وتحية لهنا في الشارق وفي كسرة، وتحية لمصطفى محمود والرفاق في مدرمان بيرسلوا الأغنية لأهن في كسلة ومن عمق مدرمان الصمود، وهنا بيظهر التلاحم و يعني الثبات بين الناس. وحقيقة يعني باسمك نشكر إدارات الأهلية، ونشكر القيادة في كسلة وفي الشرق، ونشكر باسمكم كل الإدارات الأهلية اللي تواصلنا معاهم، تواصلوا معانا بصورة شخصية ونقولوا لنا يعني تحايا أهل كسلة والشرق ودعمهم لا محدود للقوات المسلحة وللقيادة باسمهم. يعني ربنا سبحانه وتعالى أتاح لنا الفرصة انه نتواصل مع كل الناس وبدون ذكر اسماء او قبائل، احنا كلنا سودانيين، لكن الناس دي يعني بتبلغهم التحايا وانها واقفة سد منيع على ثغر الشرق، وانهم لحد الانتصار وتعمير السودان معاكم، وبيوعدوكم انه الشرق حيكون امن باذن الله، ويعني ما في فرصة لدخيل ولا في فرصة لمؤامرات الخونة. وشفتوا براكم يعني تحطمت المؤامرة امس في رأس القحاتة، الحمد لله الليلة يعني خرجت الجموع في كل كسلة، وتم يعني عزاء ودفن الفقيد يعني في لوحة بتوريك صمود أهلنا في كسلة أمام المؤامرة، وكان فيها حضور من الدولة والقيادة والأجهزة الأمنية، والناس الحمد لله فوتت الفرصة، وبنقول لكم كل التحايا يعني. وبرضو في تحية للقوات المسلحة من الأميرات الصغيرات يسرى وياسمين وشيرين واريج، أصغر داعمين للقوات المسلحة، وبيقول لكم ربنا ينصركم وإحنا معاكم. وبرضو بنحيي القوات المسلحة في بحري وفي اندرمان، وبنحيي نسور الجو وباسم الشعب السوداني. الليلة كان يوم مختلف حقيقة يعني انتصارات بحري وانتصارات جيش حطاب، ده جيشنا الحطابة، صبروا على يعني الحصار، والصبر على الأذى والتدوين، والصبر على يعني سهامنا بتصيبهم، وأثبتوا لنا إنهم بواسل في الميدان. أول حاجة قبل ما أتكلم كتير، إحنا نديكم تقرير الميدان من الميدان، وفي تحية برضو من السيد حمد عز الدين عبد الله لولده مقاتل في صفوف الأمامية، هو بيحييك وبيقول لك انه فخور بك، واخوانك واخواتك فخورين بك جدا، ويعني بيقول لك الانتصار على يدك بإذن الله، وربنا يتقبل منك جهدك وجهادك، وهو عافي لك دنيا وآخرة، وتحايا أخواتك وأخوانك. من الميدان هناخد اتصالنا.
الصوت واضح يا اخواننا؟ طبعا بقينا هنا. الو السلام ورحمة الله. الشيخ، كويس؟ كيف احوالك؟ ان شاء الله انت كويس يا اخي. في نعمة والله، الحمد والشكر لله. وين يا رجل يا اخي؟ والله مشتاقين يا اخي، فترة طويلة ما تكلمنا معك. والله هو أنتم تعذرونا بالميدان، ربنا إن شاء الله يتقبل من الجميع إن شاء الله. مش مشيت وكتلتوا الدعامة ولا حاجة تانية؟ أيوة والله الحمد لله. بس هي الحمد لله، ما دام بتمشي تكتل الدعامة ده احنا ما عندنا مشكلة. كيف أحوالك أنت؟ إن شاء الله طيب الحمد وخير. لله، عندنا مثل بيقول واحد صاحبنا كده ونسأله نقول له ماشي وين، يقول لك ما شاء الله القط. ماشي يلقط الثمار، ها؟ رؤوسهم قد أيلعت. الله أكبر الله أكبر. كيف أحوالك أنت؟ إن شاء الله طيب يا أخي. الحمد والشكر لله، الحمد والشكر لله، في نعمة والله. والله يا اخي بنطمئن بصوتك وبنطمئن بكلامك، ويعني بنتفائل بيكم خير، ونسأل الله انه يعني ينصركم وينصرنا بيكم. انا ما حكتر كلام، الليلة عندنا عمليات عسكرية متفرقة، وبرضو يعني انت رسالتك للشعب السوداني من الميدان بتفرق، ويعني نسمعكم الليلة انجازات القوات المسلحة و العمليات العسكرية والموقف العام، تطمنا وتبشرنا يعني. إن شاء الله. أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا القادر وقائد السادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحب نطمن كل الشعب السوداني عبر صفحتك الكبيرة المنتشرة. شفت لي فيديو كده، ناس نايمين 3 ولا 4، يجي زول مشغل الانصرافي وهو نايم، يعني حتى الزول النايم بيسمع في الانصرافي. ربنا إن شاء الله يعلق الكلام ده كله في ميزان حسنها. اللهم آمين. أول حاجة نحن نبشر من المهندسين من منطقة درمان العسكرية هنا، نحن الليلة الحمد لله استلمنا المحطة القديمة دي، قواتنا منتشرة فيها على الزلط. يعني احنا كده بنحيد كل الشارع بتاع البنك العقاري، من حيد كل الجهاز الحي والبرمان الإسلامية. الله أكبر المهم الله أكبر. حاليا قوات منطقة المهندسين مستلمة المنطقة دي كاملا، الله أكبر. يعني ربنا يجزي سعادة اللواء أبو بكر وقائد السلاح المهندسين الآن للإنابة، وسيادة صدري قائد ثاني، وبعد ذاك قائد المنطقة هو العقيد عبد الله، ربنا يتقبل منه المواجهة للعدو، وبغادي برضو سيادة العميد يعقوب، ده الخليج مميز جدا، ربنا إن شاء الله يحفظه ويتقبل منه هو وجنوده جميعا. اللهم آمين. التكاتف بتاع القوات المسلحة ده كله أدى لانتشار مع قوات المهندسين، وكده بتكون خطة الفتيحات كلها وراه. كل الفتيحات الآن في ظهر قوات المسلحة. يا ويس ويس ويس، أيوه، معليش، انت ما شرحت بلغة عسكرية، اشرح لنا بلغة الاحياء، بلغة الشوارع، بلغة الانتصارات والبشارة. الليلة احنا حررنا وين وياتو حتة، وطردنا العدو من وين؟ ودينا اسماء الحتات، خلينا نستبشر. طردنا العدو من مربع 12 الفتيحات، وحاليا نحن على الزلط بيننا وبين الجامعة الإسلامية الله أكبر الله دي. أكبر. الله أكبر الله أكبر. يعني احنا ممكن نسمع بشاير الجامعة الإسلامية في ساعات، خلال يوم يومين؟
قريب إن شاء الله، بس ترتيبات عسكرية زي ما بيقولوا. نحن العدد ده مفاجأة إن شاء الله. ولو استلمنا من درمان، جامعة من درمان وحي الجامعة والمناطق دي، بيكون فضل لنا شنو تاني؟ والله ما بيكون أفضل حاجة، لأنه هو الحياة تاني 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 صار خلينا ما بيقعدوا فيها دي يعني الواحد يعني نعم. آخر حتة بتكون لينا جنوبا هو حي الجامعة ومن دمار الإسلامي. الله أكبر. يعني بعد ده الناس بتتمدد غربا، وغربا دي هي ما من مسؤوليات منطقة المهندسين، لكن مسؤوليات القوات المسلحة، وما حتخليها في عند العدو إن شاء الله. الله أكبر. نحن محتاجين والله بس دعوات من الشعب السوداني، ومحتاجين وقفة الشعب السوداني كله واقف بالدعوات، وقف مع أولاده في كل القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، إنه يعني الثقة، يعني يثق في إنه الجماعة دي أصلا ما حيكون ما حينتصروا. وما بعيد من الكلام ده الكلام اللي حصل الليلة في بحر، يعني ناس بحري الليلة ما شاء الله تبارك الله، كان في الفترة الصباحية عليهم تدمين كتير، يعني حطاب والكدر وجهادي، نعم حتى الدعم السريع ممكن يكون دخل سوق حطاب، وسوق حطاب ده طبعا الناس الإشاعة طلعت لكل الناس إنه حطاب سقطت وكلام زي ده. سوق حطاب ما هو معسكر حطاب، سوق حطاب ده بقى جنوب يعني ب20 كيلو معسكر. لمعسكر حطاب. جزء من قوة حطاب ذاته كان مكمل العدو، واستلم العدو ده يا جماعة الليلة كان عنده 4 تناكر دار يطلعها يوديها لناس إمداد. نعم. معسكر حطاب استلم ال4 تناكر دي واستلمها حية في الوقت ده، لكن العدو لما جاءه المدد الثاني وبسبب النيران من الطرفين التناكر حقت العدو دي كلها اشتعلت فيها النيران وبقت غير صالح الله أكبر. العدو بعد ذاك الله أكبر الله أكبر العدو هرب جنوبا، وكان الهجوم كبير، يعني ما حاجة سهلة. الجماعة دول كانوا داري يغطوا تغطية كبيرة للتناكر دي إنها تصل، وعندنا معلومات بس ما مؤكد إنه موسامبيل له إصابة في المعركة دي، هو قائد القوة البغادي. نسأل ربنا إنه يعجل بهلاكه ويلحق إخوانه بإذن الله في نار جهنم إن شاء الله. إن شاء الله. الكدر كانت مهجومة والله برضو من جهتين تقريبا، جهة الحامدة والسلمة، وبرضو صدت المتمردين الحمد لله والشكر لله، نطمن كل الشعب السوداني، وكبدتهم خسائر فاتحة واحتسبت 5 شهداء. يعني نسأل ربنا يتقبل الشهداء ويجعلهم في أعلى عليين. يعني الملاحظ الليلة للزول للفيديوهات بتاعت الدعم السريع، إنه جايين زول لابس جلابية، لابس على الله، وملبسونه في كتفه كاتب بتاع جيش، يعني حتى الفيديو ما منسق مع بعض. زمان كانوا بيطبخوا المسألة دي طبيخ أحسن، الليلة حتى طبيخهم كان سيء جدا. يعني
يقول للزول، يدق في الزول بجلابين ما ينتحب، ويقول له يا اخي ده قيادي، ده قيادي. المهم مثلا ربنا ليه خطوة انتحارية من الميليشيا، مثلا ربنا انه يعجل بهلاك اي زول تابع للدعم السريع، ما من اعان على قتل اخيه بشطر كلمة. الناس الواقفين معاهم في الفيسبوك، والواقفين معاهم في اكس، والواقفين معاهم في في كل محطة، إن شاء الله الناس العاديين، ما أنت بتعرض نفسك لأنك واقف ضد السودان، يعني ضد بلدك وضد الإسلام. إحنا السمع والطاعة واجب علينا لحكومتنا الحالية، لقوات المسلحة، السمع والطاعة لقياداتها فردا فردا بكل الرتب بكل المسميات. أي زول طالع من المنظومة دي وعانى الميليشيا، والله ده يراجع نفسه عدة مراجعات قبل ما احنا نصل في محل إن شاء الله، لأنه التوبة دي من قبل أن تقدروا عليهم. احنا لو قدرنا عليهم بعد ذلك ثاني ما عندهم توبة، عندنا ما عندنا لهم اللغة إلا الرصاص يعني. الله أكبر. الله أكبر. بشرنا بشرنا، لسه بنسمع يا ويس، بشرنا. والله دي نحن باعتبار دي هزيمة كبيرة، وإن شاء الله البشريات بتتالى إن شاء الله. الناظر والله للمسائل دي بيلاحظ أول حاجة دقة عالية للطيران، دقة عالية للمدفعية، يعني ما شاء الله. نحن والله نحيي إخواننا في الطيران، ونحيي إخواننا في المدفعية، والله يعني أشهد الله. يعني أنا الكلام ده بقول من نفسي، أنا الكلام ده قلته بدري، قلته من كنا من قوات المسلحة دي جيناها في قوات معسكر الاحتياط، إن المدفعية حقت دي كانت شغالة معانا شغل مميز يعني. ربنا يتقبل من كل رامي، ومن كل طيار، ومن كل ملاح، الله ومن أكبر. كل جندي قاعد في أرض الميدان بدافع عن وحدة السودان وتراب السودان إن شاء الله. اللهم آمين يا رب العالمين. طيب الليلة العمليات بتاعت إن شاء الله. الطيران في المناطق الثانية ممكن تكلمنا عنها برضو إذا عندك فيها معلومة؟ والله ما عندي عنها معلومة، لكن الملاحظ زول بيلاحظ الضرب بتاعت مدني تحت السوق المركزي، أوجعتهم جدا، الضربات بتاعت مليط ضربة أوجعتهم جدا. نحيي والله كل طيار سوداني، إنه والله والله اليومين دول ربنا إن شاء الله يخدر دراعكم ويزيدكم، يعني ما شاء الله تبارك الله، يعني شغل مميز ومميز زي درية دي الجهات اللي نحن متأكدين من منهم. الحاجة اللي كمان أنا شايفها الدعم السريع قاعد يركز فيها، حتى الناس لو تابعوا في إكس أو تويتر سابقا، عندهم مداخلات كده بيداخلوها، حتى بينبهوا ناسهم، بيقول لهم يا جماعة اسحبوا الناس العسكريين كلهم وخلوا الناس اللي لابسين مدني، وبعدك حتى صغروا وانتم ما تظهروا، يعني هم دارين يجرموا القوات المسلحة، دارين يجرموا سلاح الطيران. نحن والله عارفين الناس، حتى الناس اللي بيمثلوا لهم التمثيل حقهم دول واضحين بالنسبة لنا. الشعب السوداني ده ما بيتغشى ثاني يعني. إن شاء الله. إن شاء الله. طيب عندك أي كلام بخصوص التدوين اللي بيحصل في مدرمان والهجوم اللي كان الليلة؟ طبعا ممكن يكون الهجوم بتاع مدرمان ده عشان يغطوا العمليات حقت بحري، ودارين يهربوا التناكر بتاعت البنزين، فحاول يشغلوكم بالتدوين العنيف اللي دونوه في مدرمان الليلة. فمسألة التدوين دي يعني الناس بتشكي منها شديد يا ويس، الرأي شنو؟
والله فعلا انا ممكن امس اطلعت على انه الدعم السريع ده يعني في التدوين في الفترة اللي فاتت دي كلها عندنا 77 مواطن ما عنده اي علاقة بالقوات المسلحة ولا عنده اي علاقة، ديل كلهم استشهدوا بقسم من الدعم السريع. احنا ندعو الجهات ممكن تكون بعيدة شوية عن مناطق الحرب إنه توفق لكل المواطنين 77 دي، وتقدم المسائل دي. الحرب دي ما عندها جانب واحد، عندها جانب بتاع بندقية، نعم زول مواجهة الدعم السريع، لكن الدعم السريع حاليا ممكن في الجانب بتاع الطيران، في الجانب بتاع الإدانات، ممكن يكون الجانب بتاع الإعلام، وتقدم علينا بخطوة. الجماعة دول كانوا جاهزين، يعني عندهم شركات بتاعت إعلام جاهزة، عندهم قروش بيدفعوا للناس. نحن ممكن يكون ما عندنا قروش، لكن عندنا كفاءات الناس تديها فرصة إنها تلف تدخل المواطنين 77 ديل، تعمل بهم مذكرات، تصل المسألة دي. رغم إن إحنا ما عندنا ثقة في مجلس الأمن الدولي، لكن ده واقع بقى مفروض علينا. اتصلوا بالنتائج زي ما قدموا زمان 6 جوازات بتاعت الإماراتيين، يقدموا المواطنين 77 قصصهم الدعم السريع. الوسيطي قلتها قبل كده في فيديو، مع الناس تلتزم بأذكار الصباح والمساء، والناس أصل كل الناس دورمان عارفين إنه القصف ده قاعد يتم من بحري، معناه من الناحية الشرقية. دائما في البيت بعد أول دانة تقع الناس تكون قاعدة في الجزء الغربي من البيت، تكون قاعدة تحت صبة، يعني تكون قاعدة بعيد من الناحية الشرقية للبيت. دي فيزيائيا زي ما بقولوا، لكن المسائل دي كلها من ربنا. تعمل أذكار الصباح وأذكار المساء، وإن شاء الله ربنا يعجل بالفرج والنصر من عنده إن شاء الله. إن شاء الله ربنا يحفظك يا ويس، وجزاك الله خير على البشريات وتطمين الشعب السوداني، ورسالة كانت مهمة جدا في توقيت مهم، وزادت من عزيمة الناس وإصرار وثبات. يا أخي ربنا يتقبل منكم. أنا قبل شوية أنت قلت الشعب السوداني يقيف معاكم بدعاء ويقيف معاكم ويساندكم بصيغة. أنا ما بعرف الناس هيقولوا شنو حسي، لكن أنا عن نفسي يعني القوة في أم درمان الحسي متحركة دي، وانا بعلي ليكم بقول ليكم انا معاكم قلبا وقالبا، وانا فرشت المصلاية معاكم. اي حاجة تنقصكم، اي حاجة تحتاجوا ليها، اي حاجة انا معاكم. بتكلم عن نفسي اولا وباسم الشعب السوداني، متأكد انه الناس كلها معاكم دعوات، والناس معاكم بامواله، والناس معاكم بابناء، والناس معاكم بدماء، فإحنا معاكم. وتحديدا القوة دي الحسية متحركة ومستبشرين بها خير. هنسمع إن شاء الله فتوحات في أم درمان وفي سوق ليبيا وفي حي الجامعة وجامعة أم درمان والفتيحاب والمربعات، فإحنا معاكم. وخلال الساعات دي إحنا إن شاء الله يعني دعمنا ووقفتنا معاكم هتصلكم بإذن الله. وبشر اخواننا في الميدان، قول لهم الشعب السوداني معاكم قلبا وقالبا، وانا اول زول غايته وبتكلم عن نفسي يا غايته. الله أكبر الله أكبر. أنا ممكن بعدين نحدد لك الحوجة، لكن من الحاجات المهمة للجندي السوداني في الميدان اللي هو الواقي، يعني ممكن ما في وحدة من وحدات الجيش فيها عندهم واقي رصاص للصدر والبطن، عدا
والقوات الخاصة اللي هي ناس سيادة اللواء الحفيان. باقي القوات كلها تقريبا ما عندها، رغم إن الواقع ده سعره ما زايد من 30,000 جنيه سوداني يعني، ولا نقطة بتاعت يعني زول لو اتجرح ما 30,000 جنيه ما بيتعالج. اسمع العربي لو النجيض، اسمع العربي النجيض، اسمع العربي النجيض. ايوه بسم الله الرحمن الرحيم. 1000 واقي من الانصرافي تشحن، الله أكبر تشحن الله بكرة، أكبر. تجاب بكرة وتشحن بكرة، وبعد بكرة تكون عندكم 1000 واقي. فتحنا الباب، الله أكبر فرشنا المصلاة يا الله اخواننا، أكبر نازل في الميدان قواتنا الله كلها، كل القوات، اولادنا اللي بيشوفوهم بيقاتلوا في الميدان، شايلين كلاشون ولابسين تيشيرت. احنا حنفرش المصلاية. انا حقول اسماء، يعني اول حاجة الكاردينال 4000 واقي، الله أكبر الله أكبر سعد بابكر تاركو 5000 واقي، الله الانصرافي، أكبر الله أكبر الانصرافي بعد بكرة تصلكم 1000 واقي. اي زول يا اخواننا الله أكبر معانا، احنا كده خدتينا البداية 10000 واقي. نشوف اقرب حتة ممكن تجاب منها وتشحن طيران، احنا نبدأ. انا بتكلم باسم الكاردينال ما بيردني، وبتكلم باسم سعد بابكر شركة تاركو ما حيردني، وبتكلم باسم الشعب السوداني وبنات الشعب السوداني وابناء الشعب السوداني ما بردونا. انا غايته بسم الله الرحمن الرحيم 1000 واقي، ما عارف حيجيبوها من وين، واقي للرصاص حيجيبوها كيف، يجيبوها من وين، وانا ساعي في المسائل دي من بدري، لكن التزم تخسي خلاص، انا ما في حاجة. الله أكبر الله أكبر الحاجة التانية، الله أكبر حوجتكم للقوة المتحركة في مدرمان، انا ما بفتح بفرش لها مصلاية ولا ب ب ب ب ب بفتح لها حساب ولا بفتح لها مبادرة، انا ملتزم بيها. حسي بعدين ان شاء الله بتواصل الله معاك، أكبر الدقيق، السكر، الدواء، الزيت، البصل، البلح، العجوة، الطحنية، انا ملتزم. الله أكبر الله أكبر، ربنا يتقبل منا منكم جميعا إن شاء الله ان شاء الله. وبكرة برضو إن اهو شاء احنا الله نخش معاك بكرة، تطمن الشعب السوداني انه الحاجات حوجتكم وصلت، والناس اذا دارت تبادر وتساهم ترسل له الرسالة، لانه ده واجب الشعب السوداني وده واجب ابناء الشعب السوداني تجاه قواته المسلحة. واحنا ما بنخلي جيشنا في العراء يقاتل وحده، ولا في الخنادق يقاتل وحده، ولا في المواجهات يقاتل وحده، احنا والله خلفكم وامامكم، ومحل ما تقبلوا تلقونا معاكم. الله أكبر ربنا يتقبل من الجميع إن شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. احنا بكرة بتسمعوا البشريات وبنتابع معاكم، والناس حيشوفوا الحاجة دي في الميدان، حيشوفوا قواتنا لابسة الواقي بتاع الرصاص، ولابسة يعني الهندام العسكري المكتمل. احنا حنكمل معاكم، حيشوفوا والله، شفتوا مطابخكم دي توروها للشعب السوداني انه مكتملة وما عندنا حوجة، وبإذن الله امورنا طيبة، يومين ثلاثة كل الامور دي تكون ترتبت إن شاء الله. أنا عندي زول رجل أعمال كان في الصين، هو قال لي في الصين أرخص يعني، حتى منظومة كاملة واقي ومعاه خوذة ومعاه لاسلكي في الخوذة يعني، قال لي بنفس السعر. وعندكم زول في الصين ممكن يعمل المسألة دي كويس. ما عندكم المكاين دي تقريبا من مصر برضه قاعد تجي كتير يعني. يا زول، تم الموضوع ده، تم من إن شاء الله الصين، من مصر، من الله اي أكبر حتة، الموضوع ده تم. ابشروا بس، ابشروا الله أكبر ابشروا. الله أكبر الحمد لله الحمد لله، الحمد ربنا لله، يجزيكم خير إن شاء الله ان شاء الله ربنا يتقبل منكم، وربنا يجزيكم خير، وربنا يبشرنا ويبشركم بالخير ان شاء الله وبالانتصار، وربنا يفتح علينا وعليكم يا رب العالمين، ويثبتنا ويثبتكم. احنا نسأل الله الثبات، يعني دي مرحلة امتحان وزعزعة قلوب واختبار إيمان وتمحيص عقيدة، فربنا يثبتنا كلنا إن شاء الله، ويثبت أقدامنا يا رب العالمين. آمين 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 إن شاء الله.
احنا جزيك الله الله خير بكرة نتصل عليكم ونسمع البشريات. بإذن الله. ربنا يحفظكم ان شاء الله. الله يبارك فيك. قايته انا قلت ما عندي كلام رجع يعني، والله العظيم. قلنا تم خلاص تم يعني. الناس بيقولوا المنظومة تكون كاملة، بوت وخوذة وواقي. والله نبدأ ان شاء الله الحاجة اللي تتسهل ان شاء الله، ونشوف نتواصل مع اخواننا في القوات المسلحة، ونتواصل مع اخواننا في شركات الطيران، نتواصل مع اخونا كاردينال غايته ورطناه ما عنده طريقة ينط. وسعد بابيكر ما عنده طريقة ينط. انا غايته انا بلوط غايته ما عنده مشكلة. لكن ده ما عنده طريقة ينط. بيجي لك بكرة، اسمع احنا ما قلنا لكم تجيبوا وتوعدونا ما تجيبوا، جايبين له الاقبل. بشوف ان شاء الله البشريات. هتواصل معاهم تاني ان شاء الله، نشوف الحوجة طوالي، نمشي على كم الحاجة توفرت في اسواق ام درمان. بكرة بيتصلهم باذن الله، احتياجات الميدان، اكل والشراب، دي كلكم مشيلوا لها باذن الله. القوة كلها حياتي تتوفر، بتوفروا بزيادة يعني. والقوى المتحركة في الفتحاب وفي مدرمان يعني، دي أقل حاجة احنا نعملها لأهلنا في الفتحاب المحاصرة كانت، ونعملها لأهلنا في البستان وفي النخيل وفي مبدة. يعني احنا نجيف مع قواتنا المسلحة دي، ومش كده وبس، حتى الإمداد في الأكل والدواء والأدوية الضرورية تصل الحتات دي، الملاريا والحقن والمضادات المضادات للرمد دي. يعني حس قواتكم المسلحة إن شاء الله هتنتشر في مبدة وفي حي الجامعة وفي جامعة أم درمان وفي سوق ليبيا، فإن شاء الله هيصلكم معاها الإمداد الغذائي والدواء، ويصلكم معاها تحايا الشعب السوداني، وإن إحنا ما ناسينكم الناس المحاصرة، احنا ما ناسينكم، احنا معاكم وما شايلين في قلوبنا. يعني كتير بنسمع الكلام بتاع في مناطق المواطنين يتحولوا الى دعم سريع، القبائل اتحولت الى دعم سريع. احنا خطينا شرط واضح يا اخواننا، عشان ما نخوض خلاف بيننا وبين جيشنا، بيننا وبين المواطنين في مناطق سيطرة الدعم السريع. قلنا حتى ما وصلك كاكي اخضر ما بتزال مواطن، اول من الكاكي الاخضر ده وصل، الزول اصر وكابر انه يلبس كاكي الدعم السريع ده، بعد ده لا عصم ماله ولا عصم روحه ولا عصم دمه مننا. وزي ما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم في القيادة والتوجيهات العسكرية، قال اذا تابوا مرحب قبل ما تقدروا عليهم. وصلك الكاكي الاخضر ده ولابس كاكي بتاع دعم سريع وقاعد لك في ارتكاز وماسك دوشكة، توبتك دي احنا ما عندنا لا حاجة. وبثبات القوات دي وبصمود، انا والله مستبشر خير، والله العظيم ومستبشر خير، هتسمعوا فتوحات وبشاير في المناطق العصية كمان. يعني احنا انا شفت ثبات الجيش ده في المناطق السهله، في بنتكلم عن ام درمان، المناطق اللي احنا ممكن ننتشر فيها سهله، فيها مواطنين، فيها مستنفرين، فيها مقاومه، فيها جيش. دي الجيش ما بيمشي بحرر سريع، بحرر الحته العصيه، الحته اللي بيخشوها بس 8 انفار، الحته اللي بيقدروا يخشوها 10 انفار. شفناها في تحصين الإذاعة، شفناها في محلية أم درمان، شفناها في محليات كرري، شفناها في مواقع سيطرة الدعم السريع في الفتحاب وفي المهندسين، شفناها في حي الدوحة. يعني الأسهل للجيش هي الصالحة، مناطق ارتفاعات البيوت فيها سهلة،
وممكن الجيش يجتاحها في 5 دقايق. الجيش بيمشي الحتة الصعبة اللي بيقدم فيها ثبات وبطولة. ولو شفتوا قواتكم المسلحة دي بتقاتل ب... ب... يعني يعني انت بتتكلم عن كتيبة عن قوة. والله يا اخوان عندهم شوال بيكون بتاع فول، الشوال ده بيكون قاعد 3 يوم ما في زول ماشي يفتحوا ذاته، لا هم فاضيين يعملوا اكل ولا وكل واحد يؤثر على اخوه. الشوال بيقعد 4 5 يوم ما في زول بيمشي بيفتح اصلا، لان انت لو اكلت فلان اخوك ما اكل، فلان ما اكل، بيخلوه زي ما هو ماشي في الشارع. مواطن سلم عليك عزمك مديدة بتاكل، لقيت ليك ناس بياكلوا بتاكل، ما لقيت بتمشي بمصاريفك بجيبك، ما بتسمعوا لا جيشنا بيشكي لا بيقول عنده حوجة لا عنده. احنا دارين نعيد ثقتنا في قواتنا المسلحة، وطالت الفترة وطال الابتلاء، لكن الناس واقفة وصامدة. وفي الفترة اللي فاتت احنا كنا ملهيين عن جيشنا في الداخل بحاجات كثيرة، التآمر البر ده اللي قدرنا نصد له وثبتنا له وركزنا فيه. الحاجة الثانية يعني الدعم السريع الليلة في بحري وخطورة بحري، واحنا عاملين لها هاشتاج اسمه تحرير بحري. و يعني دارين الجيش يتحرك في بحري، فعملنا الهاشتاج وكانت واضحة الرسالة للدعم السريع انه الجيش هيتحرك. فالدعم السريع بادر بالحاجة دي، ودي واحدة من محاسن يعني ال 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 الكلام. انت لما تتكلم الكلام للعدو وللجيش، العدو برضو بيسمع وبيعرف انه الرأي العام والشعب داير شنو. فالدعامة وقعوا في الفخ بتاع بحر الليلة واتحركوا باندفاع، وزي ما قال لك ويس كانت عمليات انتحارية. فهم حاسين انه في حركة هتحصل في الجيل، وهتحصل الحركة زي ما حصلت الليلة في حطاب وفي الكدر وفي سلاح الأسلحة. الليلة كان هجوم بعد الساعة 3 صباحا. دعم السريع حشد قواته كلها، اوهم الناس انه ماشي يقطع الكوبري بتاع الفتح الحلفاية، وحاول يدخل بجاي الكدر وسلاح الاسلحة، وتعرض لإبادة حقيقية. وممكن الليلة اول يوم الناس شافت فيديوهات واحنا منزلينها في الصفحة لجيش حطاب طلع الدبابات حقته، و6 ساعات كاملة جيش حطاب ما رجع المعسكر. يعني دي واحدة من البشائر والفتوحات انه الليلة ضاقوا طعم الانتصار واستعادوا ثقتهم في نفسهم، واكتشفوا انه المسألة دي بالتوكل والثقة في الله عز وجل بتقدر تحقق انتصار. ووقع الدعم السريع في الفخ، وكبدناه خسائر حقيقية، لانه الدعم السريع الليلة العملية الانتحارية كانت في انه مارق 4 تناكر بتاعت وقود. يعني دي ما عملية سهلة، التنكر إذا بيشيل 50,000 جالون دي 200,000 جالون. يعني دي كانت إمداد بتاع قواته في شرق الخرطوم وجنوب الخرطوم، واحتمال تصل لحد الجزيرة وسنجة وسنار. دي مجازفة، فالمجازفة دي الدعم السريع عمل لها تغطية عسكرية أول حاجة بالتدوين العشوائي لمدرمان. الليلة الدعم السريع استخدم المدفع 155، وبلغة الجيش ولغة الشارع في الميدان بيقولوا انه المدفع الجديد اللي استخدمه الدعم السريع ده دخل عن طريق الاغاثة. اي ضابط تسأله، اي قيادي تسأله، اي عسكري تسأله، بيقول لك الصوت بتاع المدفع الجديد ده ما سمعناه قبل كده. فبرصد الاستخبارات العسكرية والاستخبارات المضادة اكتشفوا انه المدفع ده 155 الدعم السريع ما كان عنده. ده وصل بعملية تمويه، العملية بتاعت التمويه الوحيدة تمت في الفترة اللي فاتت هي عملية إيصال الإغاثة. وكلكم عارفين إنه الدعم السريع إصراره على والجهات الوراه والدول الوراه وإصرار الإمارات. أصل الليلة الإمارات منزلة 90 طن بتاعت إغاثة في تشاد غصبا عن أي ذل، مش ودوا لهم 90 طن، كلكم عارفين إنها حتكون شنو. فالدعم السريع عشان يعمل تغطية لعملية تهريب الوقود دي
دوم في ام درمان، شغل الجيش والمدفعيه والمسيرات والطيران بيجاي، ومشى سلاح الاسلحه، معسكرات سلاح الاسلحه، ودوم برضه على جهه سلاح الاشاره، وحاول يعمل تغطيه بقوه كبيره فيها موسى بيلو دوت خالد حميدتي. يعني 90% من المعلومات في الميدان بتقول انه كان غايد القوة واصيب. موضوع مات ما مات حتى ويس حسي ما اكدوا لنا، قال لنا ان شاء الله يكون لحق باخوانه في جهنم، حميتي والبيشي وعلي يعقوب وسدنة وقادة التقدم في الميدان، ربنا يلعنهم دنيا واخرة، ومصير الى جهنم باذن الله. فالليلة العملية دي احنا اول حاجة باسمكم واسم القوات المسلحة في ربوع السودان، قيادة ضباط صفوة جنود، نحيي قواتنا المسلحة في بحري، ونحيي قواتنا المسلحة في حطاب، وبنقول لهم احنا معاكم، واحنا الشعب السوداني فرش مصلايته لبحري في الايام الفاتت، ودعم الشعب السوداني حيصلكم ما دام فتحتوا الشوارع وفتحتوا المعسكرات، وامداد الشعب السوداني حيصلكم. ما بنتكلم عن جيش ولا بنتكلم عن انزال ولا بنتكلم عن كده، الشعب السوداني واقف معاكم وما تخلى عنكم حتى في احلك الظروف. بتسمعوا الكلام وبتصلكم سهام مننا احنا الداعمين للقوات المسلحه والواقفين مع القوات المسلحه، واللي احنا جيش ذاتنا بتتحملوها، فنسال الله انه يعني يصبركم ويثبتكم ويزيدكم يقين وثبات، وبتكسروا. هي المسألة قلناها كلها فتحت باب، قطعت كوبري دخلت حلة، واحدة من ديل تمت المعادلة كلها بتتغير، وبنطلع من إطار الهزيمة وبنطلع من الإطار النفسي بتاع إنه والله قاعدين ننسحب وجيشنا ما بحقق، وحتى الجيش نفسه بيستعيد ثقته في نفسه. فقلناها قبل كده، تخوض معركة مع الدعم السريع، انتصرت عليه أول مرة، أنت تاني ما بتقيف نهائي. فإحنا بنحيي قواتنا المسلحة في حطاب، معركتنا الليلة وصمودنا الليلة. وطلع طبعا إعلام وصفحات قحط بتروع وبتروج، الأمس قالوا في حارب في كسلة، ربنا يلعنهم يا أخي، خوفوا الناس وارعبوهم، كسلة آمنة وكسلة الليلة قدمت لوحة في صمودة، والليلة تكلموا عن انه حطاب سقطت والسوق سقط، وهي طبعا صفحاتنا اللي انتوا عارفينها وكلامه اللي انتوا عارفينه، هو في النهاية مصلحته انه الناس تهلع وتخاف وتطلع من بيوتها، يزعزعوا العساكر، يوصلوا الرسائل سالبة، فجيشكم الليلة صمت وبكرة بيصمد وبعد بكرة حيصمد رغم ما بيحصل يعني. فاحنا باسمكم بنحييهم وبنقول لهم احنا معاكم، والناس في بحري حيفرشوا المصلاية ان شاء الله، دعمكم لازم يصل المعسكرات ويصل المواطنين. واحدة من الحاجات اللي كانت الليلة في يعني تكتيكات الدعم السريع اللي هو استحدثها مسألة التغطية دي، انه افتح 3 محاور في توقيت واحد لانه عنده هدف، فهدفه الليلة ما كان يقطع بحري لام درمان، ولا كان هدفه يستولى على معسكر حطاب، كان هدفه يمرر التناكر بتاعت الوقود. وحس الدعم السريع اقتنع باستحالة انه حاجة تطلع من بحري الليلة بالعملية الفدائية حقتهم والانتحارية حقتهم والعملية اللي هي بنسميها التقدم الأعمى، وإنه ما دي الليلة اقتنعوا الدعام إنه بحري دي ما بيقدر يقطعوها، وما في حاجة بتقطع بحري. إحنا بنكرر ونعيد ثقتنا في قواتنا المسلحة، وبنجدد عهدنا وولائنا للقوات المسلحة، وبنستبشر خير إن شاء الله. وكده القيادة و الجنود في الميدان يعني انتبهوا لخطورة انك تكون قاعد وما بتتحرك. اخطر حاجة في الجيش السكون، يعني العدو لا يتحرك وانت ما تتحرك، دي اكتر لحظات بيكون فيها الجندي في الميدان متوتر،
يعني حتى لو سمع العدو ده بيضرب رصاص ولا بيضرب دانات ولا في تدوين، الزول على الاقل بيكون، لكن السكون في الميدان ده مخيف، والسكون في المعسكرات بدون حركة مخيف. وزي ما حس الليل احنا تقدمنا مسافات، وصلنا يمكن 20 كيلو من معسكر حطاب، فاحنا بعد ده هنقدم ارتكازاتنا وحنقدم دفاعاتنا وحنفتح الباب والطريق انه يحصل امداد بتاع قوات لحطاب وللكدر، والناس تصل مستنفريننا في بحر، ومستنفريننا في نهر النيل، ومستنفريننا في عطبرة، ومستنفريننا في بورسودان. احنا والله من 100,000 ديل دار لنا 5,000 يصلوا خلاص، ديل استلموا الدفاعات المتقدمة، استلموا لنا حطاب المنطقة كلها، انتشروا فيها، انتشروا لنا زي ما انتشر قواتنا دي حسي في مدرمان، ووصلت المناطق الحساسة مناطق تواجد العدو، نمشي لهم عديل بعد ده كلاش لكلاش، دانا لدانا، دوشكا لدوشكا. وقيادتنا تكون انتبهت انه تأخير العمليات العسكرية بيكون زي الهجوم حق الليلة ده، يعني محاصرة معسكر بثلاث اربع محاور. احنا لازم نضمن انه على الاقل المحورين دي نكون ماسكينه، ونحن يعني الدعم السريع الليلة قدر يخش بثلاثة محاور. احنا من بكرة بإذن الله وبعد العملية دي ما تقيف، والقوات المسلحة ما تستكين، والناس ما تستكين. اركبوا تاتشيراتكم دي اطلعوا، شيلوا دوشكاتكم دي اطلعوا، قدموا دباباتكم ما ترجعوها المعسكر، ما تنتظروا العدو ده يجيكم كل مرة بسلاح وكل مرة بحاجة. احنا يا اخواننا والله العظيم المواطنين، يعني الخطة العسكرية اللي بتتعامل بها القيادة، زي احنا كنا في حرب الجنوب، حرب الجنوب دي عندها تكتيكة مختلف ما ممكن تطبقه الآن. انت هنا حسي في مواطن محتاج انه يرجع بيته، مواطن قاعد برا السودان الآن، احنا بنشوف التوترات الحاصلة في اثيوبيا. الناس لو ما منتبهة للحاجة دي، اربعة خمسة دول اثيوبية الآن في مرحلة استعداد لمعركة، دخلت فيها ارض الصومال، ودخلت فيها الصومال، ودخلت فيها جيبوتي، ودخلت فيها مصر، ودخلت فيها اثيوبيا. الليله الناس المتابعه المشهد الخارجي بس في جهتنا الشرقيه، احنا في معبر القلابات، احنا الليله كنا مغلقين الحدود، والامهر الان والميليشيات الاثيوبيه المعارضه للنظام ابي احمد استلمت غليم الامهر الليله. احنا بنشوف الليله الطيران المصري والسلاح المصري نزل ارض الصومال، وبي احمد قفل البوابات بتاعت السد، رغم انه السد الان واصل 75 مليار متر مكعب. وزمان انا لما السد اتعمل قلت لكم سنة حريق وسنة غريق، حرق وغرق، يا حرق انه يقفل فينا الابواب زراعتنا تحرق وجينا مجاعة، يا يفتح الابواب تحصل لنا غرق وسيول. البتجي ماشية سيول، انتوا ما فاهمينها جاية من وين، مطرة ما صابة. فالتطورات والاحداث اللي بتحصل حولنا دي، الشعب السوداني منتشر في الدول دي يا اخوان، وما في حاجة بتأمننا، وما في حاجة بتثبتنا، الا انه احنا يا اخواننا نتقدم ونفتح مناطق جديدة. فالحاجة دي هو ضغط على ضغط على الجيش احنا عارفين، وضغط على قيادات القوات المسلحة احنا عارفين، لكن ما في حل. يعني هسه احنا بنحيي قواتنا في مدرمان،
اللي بيزيد لنا المساحات الآمنة والمناطق اللي ممكن نرجع فيها، المعاناة اللي بيعانيها في المواطن في الداخل والخارج، في الولايات الشمالية السيولة جات، في الأمراض المنتشرة، الأوبئة، ما سكت فجأة، في تعليق داري أشوف، زول بيقول لي أشوف التعليق ده ما لقيته ذاته. مش كده صوته واضح؟ انتوا بقيتوا تخافوا. خايفين خايفين القطعة. اسمها شغال كويس مش شغال؟ واضح؟ ما قطع هسه كده. كده مش واضح. طيب واضح بدون في بي ان ولا بفي بي ان؟ بدون في بي ان مش غسان قال لكم برضو للناس اللي ما قدرت تنزل في بي ان، قال لكم استخدموا الفيسبوك لايت اللي هو الفيسبوك الابيض، الفيسبوك اللي لونه ابيض ما علامته زرقاء، ده اسمه فيسبوك لايت، ده بيفتح اللايف بدون في بي ان للناس اللي بيعانوا من لا لا اطمئنوا انه كويس ما عنده وجه. والله ذاته بقينا زي امس انا بتكلم ساعتين اكتشفت انه ما في ناس سامعة ولا في صوت، وصلنا مرحلة لايفاتنا بقت بالفي بي ان. والله دي قصة عجيبة. بس واضح الصوت. خلاص نرجع تاني اللايف كده اطمئنينا الامور طيبة. ايوه بدون في بي ان قال واضح، والناس اللي عندها لايت فيسبوك برضو واضح. في دعامي قال انا كذاب، هو جوا حطاب حسي. انا كذاب شنو؟ جبت لك زول من الميدان اداك التقرير بتاع حطاب، جيت قلت لك حطاب دي انا فتحت خشمي فيها، انا قلت لك الجيش فيها، ما جيت اتكلم ويز ده من الميدان قال لك اخواننا في حطاب عملوا 1 2 3 وشرح الاوضاع كلها والعملية العسكرية تمت، وانا جيت بعد ذاك اكدت على كلامه. قدرت اقول كذاب؟ ما تنبذنا انا مش كده نبذ الزول ده. انا زعلت شنو حسي؟ انا جبت سيرة حطاب فتحت اللايف ده بأغنية ضربت لي ويس قال لكم من الميدان اداكم التقرير، تيجي تقول لي انت كذاب ليه؟ قلت لك انا قاعد في حطاب، قلت لك انا في الميدان، جبت لك الزول من الميدان، ليه انتوا يا دعامة بتعملوا كده؟ وبراك الوحيد في نص اكتر من الاف الناس، انت بس الوحيد اللي قاعد في حطاب. حس احنا ندخل صفحتك، عليك الله يا غسان اعمل لي سكرين لصفحته تمام، اعمل لنا فيديو او صورة من حطاب انت اللي قاعد فيه، وانا حشير لك صفحتك تاني. عندك كلام؟ والتعليق حقك الرئيسي انا ما لامي فيه، ده دي 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 ده الريبلاي بتاع الناس، لو لميت في تعليقك والله هثبته هنا، الناس تيجي صفحتك وانشره لك واكبره لك زي صفحة دنجر ولا السفيه الحمدابي ولا شبشب الملك. احنا بنصنع الرمم والعمم كلهم بنصنعهم. انت قاعد في حطاب حس اثبت لين، خش 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 صفحته يا غسان، خش صفحة الزول، إذا نزل الصورة شيرة هنا.
احنا ما عندنا مشكلة طوال. انت مش عندك شبكة بتسمع في لايف ده؟ انت قاعد في حطاب عندك شبكة؟ اي صور لي بس الحطاب دي انت قاعد فيها ولا شنو؟ صور حسي ناس خليفة دنقر وديل بيشيروا لك طوال، يقول لك جيشكم سايكم بالخلا، صرفة سايكم بالخلا، والله الليلة تنشهر. يلا صور حسي ونزله، يلا ورح ورانا شنو احنا؟ صور حطاب حسي ورح. اسمه انور. يلا انور، يلا ابو النور، تعليق، التعليق بيقول انه احنا في اللايف 12,000، كل زول عليه ساتر وواقي بتاع رصاص. السعر بتاعه قالوا ب30,000 جنيه، يعني 30,000 دي يعني كم؟ ما عارف والله، يعني $10 ولا كم؟ برضو خشوا في المبادرة دي يا شباب، ناس تجمع لنا من المغتربين، تجمع لنا من كده، والحتات السهلة اللي ممكن تشتروا منها مصر، وقالوا الصين. يا هو ده التعليق الزول، انا ما بقدر اثبته. انور سليمان، انور سليمان قال لي انت كذاب، انا الان في داخل حطاب. يلا انور صور لنا، ثبتنا تعليقك، لميت فيه يا رحب. والنور الدعام الصادق، اصدق دعام الله خلقه. غسان قال لك شنو؟ اصدق كوز الله خلقه. يلا يا ابو النور، ثبتنا تعليقك، ارفع الصورة. انور، 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 نونو، نونو سلونكي، انور سليمان، انا مثبت تعليقك، وين الصورة بتاعت حطاب اللي انت قاعد جواه؟ انور يلا وراح. انا كذاب قلت الجيش قاعد في حطاب، انت قلت اسي جوا حطاب. ارفع صورة وفيديو من حطاب، عندك شبكة ما تكذب، قاعد سامع اللايف ده وانا مثبت تعليقك. يلا مبادرة الواقي للقوات المسلحة، منو قال عنده ستة؟ تعليقك مش سريع والله. انور انا طفيت نورك يا صاحبي، ايه رايك في البلدي دي؟ انت كذاب يا صرفه. انا كذاب؟ انا قاعد جوا حطاب هسي. يلا ارفع لنا صوره يا نور، طفينا نورك حبيبنا. انت انا هتبقى مسخر، الناس كده هيسموك انور الكذاب، الدعام الكذاب، يا جربوع يا ابن الجربوع. بعدين احنا كسودانيين وجيش، البلد دي حقتنا والجيش حقنا والقوات المسلحة حقتنا والحكومة حقتنا، تمام؟ فالناس يجوا يقول لك انتوا بتسوقوا الناس بالخلا وبتكذب، احنا سياد البلد دي، احنا الشعب السوداني. دارين نقول الجيش الليلة خش مدني نقول، ما في زول يسألنا. دارين نقول الجيش الليلة مشى حطاب نقول، بعد اسبوع الجيش داخل الفاشر نقول. ما هي الجيش حقتنا، انت ما ممكن تكون قحاتي ودعامي وجربوع، احنا شايفينك انك جربوع، انت ما تتكلم معانا، يعني ما تكذبنا، يعني ما تقول لنا والله انتوا صادقين وكاذبين، احنا الحاجة دي ما بنقبلها منك، لان احنا ما شايفينك زول اصلا. كل الخطط اللي بنعمل فيها، كل دعواتنا، كل صلواتنا،
كل مبادراتنا عشان نقتلك. الموضوع ده ببساطة كده، يعني احنا ما دايرينك تعيش معانا حي. احنا وقفنا في الشعب السوداني ده التصدي لكل محاولات العالم انه يجيبوك بطريقة شرعية باتفاق، رفضنا. يجيبوك بمفاوضات، رفضنا. قالوا تستسلم، رفضنا. اتفاق جدة الحسي بتقول عليه رش عوض الناطق باسم تقدم، قالت الطلس بتاع جدة ده اللي بيقولوا البرهان ما في اتفاق اصلا، ولا كان في معاهدة، ولا قالوا الدعم السريع يطلع. قالت البرهان بيطلس عليكم ساي. هو انت منو قال لك احنا دارنا نطبق اتفاق جدة؟ منو اللي قال لك اصلا؟ احنا لما نقول لكم يا اخي اتفاق جدة ده كلام سياسة برا، لكن اخو اولادنا في الميدان. ما انتوا قلتوا ما بتطلعوا من البيوت، الليلة طلعوكم من الفتحاب 12، وطلعوكم من الشارع بتاع المربعات، وطلعوكم من محيط جامعة درمان الاسلامية، وبقيتوا محاصرين في حتتين على جهة سوق ليبيا. حنكتلكم ونطلعكم منها. منو اللي قال لك اصلا احنا دارنا نطبق اتفاق جدة؟ هو فعلا طلص بالمناسبة، طلص بنطلصكم احنا ما حنقعد معاكم. ما هو الدليل واضح انك انت بتتفاصحي الان، كل اسبوعين بتفتشوا ليكم دولة تلمكم، كل اسبوعين بتفتشوا ليكم حتة تاني تجروا عليها. وافريقيا مشتعلة، شوف ليكم حتة، والكوكب ده بيشتعل. والله العظيم، اقسم بالله العظيم، غبر يلمكم ما تلقوا غبر. الغبر ده ذاته لما تقنعوا ذاته وتستسلموا وتقولوا دايرين نموت، والله غبر يلمكم ما تلقوا. واحد اثنين، السيد والي ولاية الخرطوم، سلام عليكم، كيف اخبارك؟ ان شاء الله بخير. وانت مقاتل في الميدان وصاحب شعلة اعمار واعادة الامل بعودة الشعب السوداني الى السودان، بديت من الخرطوم. المناطق اللي كانت مهددة والمناطق الولايات اللي كانت لسه ما دخلت تمرد، وضعها ما زي الوضع بتاع ولاية الخرطوم، لان ولاية الخرطوم هي ولاية تم احتلالها وتم يعني مهاجمتها، والناس مرقوا منها، فانت رجحت الناس. يعني احنا الليله اللي بهمنا مواطن واحد رجع من درمان، ده بالنسبه لنا يعادل 10,000 مواطن او 20,000. والي ولايه الخرطوم واحد من الاسباب اللي ساعدت في انتصار القوات المسلحه، وساعدت في انتصار الشعب السوداني، وانه احنا قدرنا نتجاوز المحنه بثبات والي ولاية الخرطوم. لا يمكن أن ننكر الحاجة دي. الليلة بعد التدوين اللي بيحصل في مدرمان ده وأعداد الشهداء، في ناس بيحكوا لي من مدرمان، فبيقولوا لي في شارع واحد عندنا 10 بيوت عزا، 10 بيوت عزا. في أسرة بتكون فقدت 2، في أسرة فقدت 3، في أسرة فقدت 4. مسألة انك انت تعمل العزاء في البيت اللي وقعت فيه ودانا وما تطلع تخليه، احنا بالنسبة لنا اسر ام درمان دي ملائكة. اذا تكلم التاريخ عن الصمود وصمود الجيوش منذ ان خلق الله البرية، فاحنا هنتكلم عن صمود اهل ام درمان. بقول لك البيت وقعت فيه ودانا، واستشهدوا اولاد البيت ذاتهم، واطفال ونساء وامهات ورجال. بتلقى زول المفضل في البيت بيعمل عزا في نفس البيت وما بيطلع منه. من الميدان حس سمعت انه في تدوين حصل استشهدوا فيه 77 مواطن، انتوا ما سمعتوا بيهم. وهو بيطالب حس الناس تعمل للمسألة دي توثيق. اهل ام درمان الصامدين على التدوين وصامدين على استهداف الجيش نفسه في كرري، هم الغطاء بتاع الجيش وهم الدفاع حق الجيش. اهل ام درمان ديل الليلة السيد الوالي استحدثوا اجراءات جديدة في موضوع الكهرباء. احنا بنتكلم عن حصار في ام درمان، وبنتكلم عن احنا لو فتحنا مركز صحي واحد الدعم السريع بيستهدفه. انا احنا ما قاعدين نقول لكم المراكز اللي بنفتحها، او ما بنقول لكم الافران الشغاله، لانه الدعم السريع طوالي هيستهدفها. طوالي بتلقى القحات كتبوا احنا ما قلنا لكم ما ترجعوا، المتبنيين الخط بتاع عدم العوده، والمتبنيين الخط بتاع الاستعمار وافراغ البيوت. طوالي هيكتبوا يقول لكم ما قلنا لكم عينوا الاستهداف في مدرمان، راجعين لشنو؟ بعد ده كل الناس بتضحي وبتصمد وتصبر.
الليلة احنا بنشوف استحداث اجراءات جديدة في موضوع الكهرباء، انه الناس تدفع كهرباء عادي يا سيد الوالي. هيدفعوها من وين؟ هيدفعوها من وين؟ الموضوع ده ممكن يكون رمزي، يعني ممكن تكون الكهرباء رمزية وسيد الوالي بالحب يتكلم مع الناس يقول لهم اولادكم في كتيبة الكهرباء، دارين بنزين، دارين نشتري بيها اسلاك، دارين نشتري بيها توصيلات، تبقى مساهمة رمزية. انا اتفهم دي، وانا مستعد والله العظيم اجيب لكم دعم يغطي 4 5 احياء والناس تقعد في الكهرباء مجان. قولوها لنا بالحب، لكن اجراء بتاع انه انا والله اجيب في عداد وامشي اجيب اشتري كهرباء بالسعر المضاعف اللي بيخطه لي وزير المالية ده بالضرائب وبالعوائد اللي بكتبها لي في الفاتورة بتاعت الكهرباء وفي سعر الكيلو بتاع الكهرباء. انا بفتكر انه انتوا كده بتقولوا لي اطلع من هنا. يعني انا قاعد الصباح اكون في ام درمان، التدوين يبدا لي 3 صباحا، ما تعرف روحك لو مشيت المستشفى بتاع ام درمان او مشيت مستشفى النو تحصلك الدانة والصاروخ الموجه. اجي راجع سوق صابرين يحصل له تدوين، اجي راجع البيت هي الكهرباء قاطعة، وبعد ما قاطعة انا كمان مفروض علي امشي اشتريها. اللي بيقعدني في ام درمان شنو طيب؟ ما انا جاي اقف معاك يا سيد الوالي، وانا جاي اقف معاك يا جيش. القرار ده غير صائب، واحنا بنحفز الناس انه نرجع ام درمان، بنقدم لهم التسهيلات وبنقدم يعني المبادرات اللي بنعملها اللي بيعملوها البنات دي، التكايا، العلاج المجان، عشان الناس تلقى حته تأويها. لانه احنا شايفين الشعب السوداني الان يشرد في كسله، توكر السد انكسر، يشردوا في الجوليد، يشردوا في الشماليه، يشردوا من سنجه، يشردوا من الدندر. احنا كل ما نعمل حاجه دي بتزيد اسهم الولايه وبتزيد اسهم السيد الوالي، وانك انت بتذلل الصعاب عشان الناس ترجع. لكن الزول الفوق البرهان ده كل ما نلقى لنا مخرج انه الحاجه دي نحل المشكله بيننا وبين الجيش، الزول الفوق البرهان يجيب لنا حاجه صعيبه. الزول الفوق البرهان ده كل مره احنا نيجي نحل مشكله نيجي نلقى لنا زول يجي يقول لي يا اخي والله بعد صبورنا وموتنا، وواحد فقد اولاده وفقد بناته وقاعد في مدرمان وماسك كلاش ومستنفر، اجي بعد ذاك اقول له والله الوالي قال يا اخي تدفعوا عوائد وتدفعوا كهرباء. الحكمه شنو يعني؟ ممكن بالحب تيجي تقول لي يا اخي انا محتاج عشان اشغل الاميات حقت ام درمان، محتاجين الميزانيه حقتنا يا اخواننا، محتاجين لنا 20 مليار بنغطي ام درمان دي كلها، زيت اللي بتكب في المحولات والبنزين بتاع العربات بتاعت الصيانه. والله يا اخي خدتين تكلفه 200 مليار، اللي بيقدر يساهم معانا للكهرباء ده الحساب بتاع الكهرباء، كلنا حنساهم ندفع لك حقت ام درمان كلها، مدخلات الانتاج ومدخلات تكليفات الانتاج. يعني الكهرباء بتجينا من سد مروي، انتوا قاعدين تلفوا التوربينات دي بيدينكم، بتعملوا شنو في سد مروي؟ انتوا ما سد فيه فتحات مركبه توربين، انا بفتح المويه قدرت اغرقه يعني؟ ما هتفتح المويه، التوربين اتحركت ولدت كهرباء. انتوا مدخلات الانتاج اللي عملتوها هنا شنو يعني؟ عشان تشيل مني قروش حاسي في مدرمان، مصاريف ناس الكهرباء، مصاريف العمال، مصاريف التيم الشغال، كل الولايه بتاعت الخرطوم اللي كان فيها 12 مليون مواطن الشغالين بس ناس من درمان حسي. 4 5 ايام دي احنا نتكفل بيهم تماما، كلها حلول يا سيد الوالي انه نقعد مع لجنه نقعد نحل المشكله بتاعت الكهرباء في درمان. لكن انا اي حاجه بالصعيب على الناس ما بعملها ولا بفكر فيها ولا بخطها في بالي. يكفي انه الناس دي متحمله التدوين، يكفي انه الناس دي جايه ناسحه ما عندها صحة، ما عندها علاج، ما وسائل الحياة ذاتها ما متوفرة. ما في أي سبب يخليك تعيش في مدرمان غير إنك أنت جاي تثبت انتصار القوات المسلحة وتكون موجود مع قواتك المسلحة وما تخلي جيشك براو. فإحنا نبتدع كل يوم فكرة جديدة نضيق بها الناس. الدولة تجيب من وين صرفها؟
انت الدولة، لا خلي الدولة تتصرف. احنا ذاته في حاجات كتيرة بعد السودان ان شاء الله ما يستقر، يعني يجي مواطن يقول لك انا مقدم في خطة اسكانية 20 سنة ما ادوني قطعة، ولما يدوك لا يدوك لا 300 متر على ضواحي البلاد. ليه؟ بلد مساحتها 1,000,000 ميل مربع تديه 300 متر ليه؟ اي زول يشيلوه 1,000 متر، 1,000 متر البلد دي حقت منو يعني؟ الواطة دي حقت منو؟ الموظف بتاع الدولة، المهندس، الوزير، التخطيط، العمران، انت البلد دي حقتك مع الشباب بتوفر في شنو يعني؟ ادي زول 1,000 متر، هاي احنا كلنا كم مليون؟ اقسمها علينا. اي زول يشيل ليه خطة الاسكانية انتظر 20 سنة القرعة؟ ليه انتظر قرعة؟ ليه؟ اي زول مقدم اخذ قطعة ما بنديك تاني، ما تقدم، ما اخذت قطعة بكرة الصباح تاخده، انتوا حتشيلوها معاكم يعني؟ ما هو تخطيط، بتجي المساح بتجي معاه لودرين بخط لكم عمود بجاي وعمود بجاي، تسموه الحي، تسموه اسماء شهدانا وتسموه اسماء متحركات قواتنا المسلحة، واي زول يشيل له 1,000 متر، دار تزرع جوه ليمون، دار تبنيها لود بيرنج، دار تبنيها 20 طابق، 1,000 متر هاي ليك ولاولادك، دار تخليها فاض، ولدك ذاته ياخد. قلت البلد ده حقتكم؟ انا ما فاهم الدول اللي بتفكر كيف. وبعدين ما بدفع للدوله اي حاجه غير رسوم. واحد يقول لك اشترينا ارض من وزاره التخطيط العمراني ولا من الدوله، باعوا لنا القطعه بتاعت الصحفيين واتحاد المهنيين واتحاد المهندسين، ليه ادفع للدوله؟ انت البرهان ده ارضك ايه؟ اديك قروش ليه؟ ده اما سوداني وانا سوداني، اثبت لك انه انا سوداني، عندي 1000 متر في الحته دي، عندي غبر وعندي حته ازرع فيها وعندي بيت اسكن فيه. ادفع للدوله ليه؟ اشتري واطه ليه؟ وانا بقي سوداني ليه اصلا؟ مواطن يعني شنو؟ ادافع عن البلد دي واجيب في البلد دي ولاجي في ارض اقول ليه اشترينا 250 متر، 250 متر ده اعمل بقى شنو؟ انا اعمل بقى شنو 250 متر؟ التفكير ده كله هيتغير بالمناسبة. انت سوداني اثبتت انك سوداني، عندك جواز وعندك جنسية ورقم وطني، تاخد 1000 متر بكرة الصباح تقدم في حتتك، دايرة في ولايتك، دايرة في ولاية تانية، السودان ده حقنا كلنا. واحد يقعد ينتظر لحد ما يموت يكون مقدم في خطة اسكانية ويدفع، يقول لك يا اخي سعر الخطة الاسكانية رخيص عشان بيدوك في الخلا بعيد من الخدمات، بعيد من مركز المدينة، بعيد. ليه 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 موظف الدولة ده ولا الوزير ولا البشير نفسه ولا الحكومة ولا البرهان هيشيله معاه بعدين يعني؟ تسكن انتوا في حي المطار، وتسكن انتوا في الاحياء الراغية، ودي بيوت الحكومة ومخصصات الوظيفة، وتطلع بعدين تشتري لك بيت في احلى. ليه 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 انت احسن مني في شنو يعني؟ دائرة المهدي ودائرة الختمية، ليه احنا عبيدكم؟ احنا تقدم للخطة الإسكانية بالمجان، تدفع عليه كمان بنك، تعمل البنوك العقارية وتمويل المواطنين للبنى، والدولة تساهم فيه ب60%، كلنا نسكن، انتوا القروش شايلينها ما ودينا وين يعني؟ أنا مالي ومالكم، انتوا تفتشوا قروش الكهرباء دايرين خدمة مجانا، هاي داير خدمة مجان ما تدفع فيها، هاي ما تدفع فيها. خادمني من جيبك انت؟ موظف الدولة يقول لي يا اخي ما بدفع ولا سعر رمزي، الكهرباء في مدرمان تجي مجان، نجيبها لك من وين؟ مالي ومالكم انا نجيبها من وين؟ مالي ومالكم انا؟ تطلعوا الذهب، تطلعوا بترول، تطلعوا زيت، تبيعوا موية النيل، مالي ومالك انا؟ انت مش دولة؟ اي انا في مدرمان حسكن وما عندي قروش كهرباء، لانه انت ما موفر لي باقي الخدمات. باقي الخدمات ترجع لي الامانه، انا اشتغل في سوق درمان، اطلع مصاريف، اكل انا واشرب، ادفع ايجاري واديك حق الكهرباء. انت سوق درمان ما رجعته لي، الوزارات ما اشتغلت، المؤسسات ما اشتغلت، الشركات ما اشتغلت، الورش ما اشتغلت، الاسواق ما اشتغلت، النسوان اللي بيبيعوا في الشارع دي الكسره وبيبيعوا شاي ما اشتغلوا. ادفع لك حق الكهرباء اجيبه لك من وين؟ اجيبه لك من وين يعني؟ موظفين الدوله ما بتدوهم مرتبات، هدفع لك حق الكهرباء من وين؟ انا قلت لك انت تحالف مع حميدتي ولا اعمل تحالفك مع الامارات ولا تحالف مع 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 تقدم؟ ما دي كانت رؤيتكم انتوا، مالي ومالك انا يا زلمه.
لما نجي في تبع الثمن تقول لي يا اخي الحجج والعربات الدولة الحكومة كلها تشتغل قصاد المواطن. النفرة بتاعت نظافة ام درمان والنفرة بتاعت الولايات الثانية، هسي في بورسودان بيشكو من الزبالة والكوش في الشوارع، بورسودان ما كان فيها كوش. دارين الجمعة الجاية دي نظافة بورسودان، الحاجة دي اتعلموها من الوافدين من الخرطوم، بورسودان ما كان فيها كوش. لحد الحرب دي ما قامت أي بيت أي شارع بتاع في حي عندهم ركشة بتجيهم كل أسبوع. لما وقفت عربات الحكومة ووقفت العربات بتاعت المحلية كانت بتيجي تجمع الزبالة من الأحياء وقفت، المواطنين برام كانوا عندهم الركشات. حس الحادي ما في اي زقاق في 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 بورسودان يا اخي. اليوم ذاك الفيديو بتاع البرهان لما ماشي استقبل ابي احمد، انا قلت الفيديو ده وين؟ مستحيل دي تكون بورسودان. الزول بيصور العربيه الاولى جات كيس اسود كبير طاير في العربيه بتاعت البرهان الاولى، كيس اسود ده شنو القرف ده؟ بورسودان ما كانت كده. هتنتظروا حسب الاكتظاظ والسخانة اللي انتوا فيها دي في بورسودان والرطوبة حتجيكم الأمراض اللي انتوا ما شفتوها، ولسه الخريف بتاع بورسودان ما بدأ، بيبدأ شهر 10. ده كل المطر جات في بورسودان دي كلها تحت الحساب، المطر جات في بورسودان لسه ما بدأ. الحاويات بتاع جمع القمامة موزعة، الناس يشيلوا يرموا برا، ما في ميدان، ما في زقاق، ما في شارع، ما في قطعة فاضية، ما تبقت كوشة في بورسودان دي. في النهاية حتجيب المرض، الناس تتحرك فيها برا. الحكومة الراغية، الحكومة الجاية من الخرطوم، قال كلهم معفنين سايخ والله العظيم. الجوكن دي كلهم معفنين، من كبير ولا صغير كلهم قرف، عايشين في القرف متأقلمين معاه. بورسودان ما قدر. ولا تنتظروا انه العادات السيئة دي تخش على الولايات. الزول اللي بنقول لنا الحاجة الكويسة حبابه، اللي بنقول لنا السيئة دي يجي في حده. هسي النفرة بتاعت الجمعة الجاية دي نظافة بورسودان، تاني خلي الزول يقضي عليه حاجة في الواطن. تصوروا طوالت تكبشروه، نجيب لكم في بي ان تتكبشر طوالي تتصور، لانه حجيب لكم الجدري بتاع القرود، حجيب لكم الكوليرا. ما في دواء، ما في علاج، الدولة ما واقفة في المسألة دي. الحقنة دي يا اخوانا حقنة واحدة، الناس بيشترون 40 و50 علاج بتاعت ملاريا، ما يعرفوا يدوها للجيش ولا يدوها للمواطنين ولا يدوها مستشفى ام درمان ولا يدوها مستشفى النو. ما تخش في الحتة دي، نظفوا بس. موضوع ده نظافة. سيد الوالد قالين حملة نظافة اصحاح ام درمان، مطر شغال، المطر ما شغال بقدر البكاسي اللي فيه، بقدر التاتشيرات اللي فيه، بقدر العربات اللي فيه، لحد ما تجيكم المعدات بتاعت الرش. ودي كلها عرقلة بتاع الدولة، اجراءات دي ما بنشحنها، دي ما عارف تصديق، دي تدفعوا جمارك، في النهاية حتمرق وتصلكم. ما دام انت بتفتش يا سيد الوالي في انه المواطن يدفع كهربته كاملة، اديني خدماتي كاملة. طيب اشتغلوا اصحاح بيئة، عربات الواقفة بتاعت الهيئة، الواقفة بتاعت الجيش، الجيش الاسي مخزن ده ما تحرك، الجيش المقفل في معسكر، طلعوا عليه تأشيرات دي، نظفوا الولاية بتاعتكم دي. لا بنقدر نجيب دواء ولا الرمد، ما تخجلوا رمد، رمد ده ما ذباب وساخة، الذباب خلوا بننتهي منه، الوساخة دي احرقوها، نظفوها، شيلوها. كتايب الاسناد مصطفى وحيد دراكولا، اي زلمه يمسك له مجموعه وتنزل الشارع ده تنظفه. قاعدين مستسلمين، الدعم السريع اقتلنا، بيجاي تجي باعوضه تقتلنا، يجي ذباب اقتلنا. ده شنو ده؟ احنا ده شنو الاحباط اللي احنا فيه ده؟ العزيمة والإصرار اللي عندنا والإيمان. قال لك يوم القيامة لو قامت القيامة قدامك وفي يدك فسيلة، في يدك نبتة، قال لك أزرع. لكن قاعدين كده محبطين مدنقرين ماشيين يأسين. يا أخوان إحنا كده ما بننتصر. فمسألة الكهرباء دي أنا ضدها تماما،
السيد الوالي تجدوا لا معالجة انتو، احنا ما بنقترح ليكم ولا بنديكم حلول، لانه انا ما الحكومة ولا الوالي، انت جابوك عشان تخدمنا تجد لنا حل. انا مشكلتي ما بقدر ادفع حق الكهرباء، لانه ما قادر ادفع حق الايجار ذاته، ناس قاعدة في مراكز ايواء بيوت ما عندها، نجي نقول لهم لا تدفعوا الكهرباء. التفكير ده لازم يتغير بتاع الدولة، انه احنا كلنا نخدم المواطن، جينا عشان نحل مشكلة المواطن مش حلها من جيبه. يكفي بهناك وزير المالية اللي بكل يوم التاني بخد تلف في الدولار الجمركي، واليوم التاني بيرفع لي في الدولار في السوق وما قادر يحسمه وما قادر يواجهه. تكلمنا عن القوات المسلحة، والمدرعات، وتذمر في الجيش في حتات كثيرة إنه ما متحرك، والمواجهة بينه وبين قادة المتحركات. الناس دي تتفكر يا إخوان وتتحرك، لأنه هسه أنا برفع لك كلام من الميدان، ناس دي جاهزة تقاتل والناس دي مستعدة. القادة كلهم عندهم رؤية، أنا شايف الدعم السريع حسي بيحتل مدن وقرى بدون الجرجرة بتاعتكم دي اللي أنا ما شايف إنها فايدة يعني، والمصاعب والمصائب كلها بيتحمل المواطن في التأخير الغير مبرر. فأنا بتكلم عن مسألة التأخير الغير مبرر. 3 ولايات في الشمالية، نهر النيل، عطبر، دونقلة الشمالية ذاتها، كسل القريبة، غالبا نخش حجر العسل. ده موضوع انت ما ممكن تقنعني فيه اي خطة عسكرية غير انك بتسمح للدعم السريع يتمدد، وبعد شوية حيكون مدى قصفه لشندي كلها 5 كيلو، تاني بالهاون ببقيها زي درمان. ليه انا حاصر روحي؟ انت ما قادر تقنعني في الحاجة دي. انا كان عندي فرصة في الفترة اللي فاتت، الدعم السريع فض الجزيرة، فض مدني، مشى سنجة، مشى سوكي، مشى الدندر، اخلى لي مناطق انا مفروض اعيد فيها انتشاري واعيد فيها التموضع بتاعي. داير زول يشرح لي انه الجيش بتاع المناقل اتأخر، الجيش بتاع الخيار اتأخر، داير زول يشرح لي. المصادمة دي حسي ما تقولوا لي يا اخي احنا في مؤامرة كونية وما مؤامرة كونية، ما انا جزء من المؤامرة دي بدفع ثمن، وانا ذات المواطن ما بعاني بس الجيش. انا داري اجابات، ما بشوف الدعم السريع ده في نص الظروف بتاعت الجودي، في نص الخريف، في نص بيتحرك، ليه احنا ما نتحرك؟ داير زول يقول ليه الكلام ده، لكن الدفاع الاعمى عن القوات المسلحة هو اللي بيورطها بالمناسبة. مصادمتنا مع القادة بالاسم المرحلة دي احنا يعني انا ما دار امشي فيها الليلة، لانه انتصاراتنا كويسة ومعنويات الجيش كويسة، دارين نستفيد من المعنويات دي ومن الحركة دي انه احنا نتقدم. الاعذار الواهل اللي ما عندها مبررات ما بتنفع. الحصار الحاصل على حطاب ده قاعدين نحذر منه يومين، انه الجيش في حطاب لازم يفتح الباب، لانه الدعم السريع بيحشد، انتظرتوه لحد ما وصلكم، احنا بعد ده دارين نمشي قدام، دارين نتحرك. مسألة انه احنا ننتظر الدعم السريع يجينا في معسكراتنا انا ما قادر استوعبها، هو بيجي من وين اصلا؟ ما نمشي له الحتة اللي بيجيها دي، ما نمشي له احنا؟ ازيد مساحة تأميني الحطاب بتاعي ده اذا كان مساحته 500 متر في 500 متر، انا ازيد المساحة بتاعتي تبقى 2 كيلو في 2 كيلو، بقدر افتح اسواق، بقدر افتح مستشفى، بقدر ارجع المواطنين، بقدر اجيبهم من الحتات المحاصرة في بحري. معاناة المواطنين دي في الغرى في 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 على جهة قري والجيل، انتوا ما عارفين انه نازل هسه 2 سنين جيش ما وصل. الدعم السريع مستعبد استعباد رسمي، وقدر يقنع منهم مجموعات كبيرة تلبس الكاكي بتاع الدعم السريع. انا قاعد اتفرج تأخير العمليات دي، المعسكرات بتاعت الدعم السريع والاستنفار حقهم شغال بالالاف. الخطة بعد الخريف حتكون وين؟ حيجيكم في الولايات الآمنة بتاعتكم، حيكون مستهدف القضارف الشمالية، مستهدف شندي، ما حيهزر. لازم حسي احنا نواصل في ضغطنا وحسمنا فيهم،
جنوب الخرطوم لازم تتحرك. ما في زول يقنعني انه والله يا اخي العمليات العسكرية في المدرعات دي خطة. لا لا ما خطة. تأخير، احنا شفنا غياب اسماء كثيرة من المدرعات. الصفحة الاعلامية حقت المدرعات كانت واحدة من اسباب رفع معنويات الجيش. اذكر اسماء الناس اللي كانوا في مدرعات بيعملوا لكم اللايفات، ولا واحد فيهم في المشهد. ما في زول منعهم، في زول ما داير الحاجة دي. الكلام ده انت لو ما استوعبته، الزول اللي انا قاصده مستوعبه، وهو عارف انه لغات الليله دي بالهداوه بكره هتكون بالمواجهه والمكاشفه والصدام. بديت وشفت شغل المدرعات قبل ايام، وقف اسالوني يقول لي وقف ليه؟ انا ما عارف. شفناهم في جبره، وشفناهم في محطه البيبسي، شفناهم ماشيين على الرواد. رجعوا وينهم؟ مشوا وين؟ ما استشهدوا، قاعدين حيين، والدعامة قاعدين. ليه وقفوا؟ شفناهم بأسلحة بسيطة، جرانوفات وكلاشات في يدين، وماشيين بها، لا خوذة لا واقي رصاص، بشباشي بسفنجات. وصلوا الدوحة، وصلوا الشهيد طه الماحي. وقفوا ليه؟ وقفوا، وقفوا ليه؟ حيواجهوا العدو، ما هم ماشيين يواجهوه. شنو يعني لقيت دعامة ترجع؟ من اللي وقف الحاجة دي؟ ده الكلام اللي انا بتكلم فيه. وما تيجي تقولوا لي والله يا اخي حرب كونيه، ما في حاجه اسمها حرب كونيه. الحرب دي جوه هنا، في زول بوقف الحاجه دي وبيزيد في مصاعب المواطن. لما الناس تصل الوعي ده بنقدر نحصر الزول ده في حتته برضاه، وغصبا عنه هيعمل الصح. وانا ما بتكلم عن البرهان، لان البرهان واضح انه القرار ما حقه. امبارح اتكلمت في ملف قحط عن مسألة الشهيد يعني محمد نور في كسلة، ربنا يتقبله. وهم قالوا يا أخي دي أساليب جهاز الأمن وطريقتهم. فقلنا لهم عام أول لما انتوا حكمتوا كان عندنا نماذج لشهداء ماتوا في عهد البشير، وانتوا المطالبين تجيبوا حقهم وما جبتوه. وعندنا شهداء ماتوا في عهدكم، وانتوا تعاملتوا في انكم تداروا الموضوع. اتكلمنا عن الشهيد بهالدين وملابسات حادث اغتيال الشهيد بهالدين، والدعم السريع اعترف بانه اعتقلوا. انا جمعت كل الادلة، كنت بتكلم عن الفيديو بتاع دكتور جمال في مشرحة تمدرمان لما هو شرح الشهيد بهالدين. الحاجة الناس ما عارفاها، لما طلعت مواكب لموضوع الشهيد بهالدين وحميد تحاول يهدي الموقف، فطلع في التلفزيون يتكلم عن انه في ضباط من الاستخبارات خالفوا تعليمات، مشوا اعتقلوه، ما عنده نشاط سياسي، اعتقلوه بدون تهمة، مسكوه واسباب الوفاة وكده. قام النائب العام القحاتي، النائب العام القحاتي كون لجنة عشان تشرح الشهيد بهالدين. حلو. هو أساسا كلف دكتور جمال بتشريح الشهيد بهالدين، والتقرير بتاع التشريح بتاعه طلع قبل ما يطلع للإعلام أو لأهل الشهيد. النائب العام في أقل من 24 ساعة، النائب العام القحاتي بتواطد من الدعم السريع ومجلس وزراء حمدوك ووزير عدله، كونوا لجنة جديدة عشان تغير في شنو؟ في تقرير الشهيد بهالدين وأسباب الوفاة. لأنه الأسباب بتاعت الوفاة ومنطقة الاعتقال كانت حتودي أقل حاجة 30 ضابط وعسكري من سجن سوبا لمعتقلات الاستخبارات تحت الدعم السريع. العملية دي التواطؤ ده قامت به قحط. ملف الشهيد بهالدين حاشر ليكم نفر نفر، مستند مستند. دي واحدة. كنا بنتكلم عن المشارح، وأنا كنت متبني الملف ده، المفقودين والشهداء. لما ترجع للتقارير بتاعت فض الاعتصام المسجلة عند قحط في فض الاعتصام، أول يوم يوم 3/6 كانوا 35 شهيد. التقارير بتتكلم عن 500 شهيد.
طيب الفرق ده جه من وين؟ من يوم 3/6 ليوم 10/6. فضل الاعتصام في الخرطوم حصلت مواجهات في شارع الأربعين، في سوق ليبيا، في مناطق كثيرة من الخرطوم، مواجهات بين المواطنين الثوار وبين قيادات الشرطة والدعم السريع والجيش. كل اللي استشهدوا في فضل الاعتصام من يوم 3 ليوم 10 مسجلين في نيابة الدولة القحاتية في المشارح 83 شهيد، فيهم بتاعين شرطة، فيهم جيش، فيهم حتى من الدعم السريع. كل المجموعة دي 83. قحت بالتاجر بكم شهيد؟ قالوا 500. لما الملف بتاع بهدين دار يطلع، قامت ماما عشة ومعاها وزير العدل ومعاها لجنة التمكين، طلع اللايف ده ودي يا غسان عشان الناس تتذكر. اول من الملف بتاع الشهيد بهدين حيطلع، قامت ماما عشة مشوا هناك غرب مدرمان، معاها قحاتة ومعاها محمد عصمت، الناس الشخصيات الظاهرة دي، مشوا قالوا اكتشفوا مغابر جماعية لفضل الاعتصام، مذكرين الحادثة دي. طلعت انا اتكلمت فيها، قلت لهم المغابر دي ما عندها ورق، والناس اللي اتدفنوا عندهم ورق، كانوا بيطلعوا اشاعات بتاعت انه في دفارات مشت غرب ام درمان ودفنت وكده. قالوا لقوا مغبرتين، وحتى قالوا لقوا فيها شهداء 28 رمضان، وجابوا اسر مذكرين، عملوا لهم مؤتمر صحفي، ولقينا المقبره اتدفنوا فيها الشهداء ديل. المغابر دي فيها 1400 قبر. المغابر دي اتعملت من 2012. لما تيجي تدفن الدولة دي فيها سجلات قاعدة، دفنوا فيها مجهولين الهوية، بتحصل حوادث، مجهولين الهوية من البالغين والأطفال في ولاية الخرطوم بس سنويا بيدفنوا كم؟ 880 جثة زائد 450 طفل، فيهم أطفال مجهولين الأبوين، فيهم أطفال في الشارع، فيهم أطفال فاقدين السند. ديل 450 لولاية تعداد سكان 12 مليون رقم معقول. المغابر دي معمولة بسجلات ورد. الغحاتة مشوا ساقونا قالوا المغابر دي بتاعت فضل الاعتصام. أي زول قال الكلام ده ما طلعوا لايف وعملوا مؤتمر صحفي، والوقت ده كله عشان يداروا جريمة منه؟ جريمة بهاء الدين. عشان يداروا الجريمة دي قاموا اعتقلوا دكتور جمال ودكتور هشام عشان طلعوا تقرير تقرير بهاء الدين، اعتقلون 3 شهور. قالوا بيتهم شنو؟ التستر، رغم انه الدكاترة ديل خاطبوا النيابة وخاطبوا مجلس الوزراء وخاطبوا لجنة التمكين، قالوا لنا المشرحة مكدسة جثث دارين ندفن، تعالوا شوفوا المفقودين، تعالوا شوفوا شهداء الاعتصام، شوفوا ناسكم فتشون عشان ندفن. انتوا عارفين من 2019 التكدس بتاع الجثث بعد الحرب دي في مشارح ام درمان بس 3000 جثه. اللي بيحصل حادث في الشارع القحاته ممنوع تدفينه، عشان يتاجروا بيه ويضغطوا بيه البرهان ويضغطوا بيه العساكر والجيش، يقولوا لهم ده اللي انتوا الشهداء. فيهم اطفال، فيهم ناس ماتوا بعد 2020. فضل الاعتصام كان في 2019، في شهداء، في ناس، حوادث في الشارع، في دار العجزة ولاية الخرطوم وام درمان وبحري ما فيها دار العجزة، سنويا فيهم الناس بيموتوا، ما عندهم أولاد، ما عندهم. بيحصل خطاب للشرطة بتاعت المنطقة، تساكن في بحري، بيخاطبوا الزول مدير الدار، بيخاطب القسم بتاع الشرطة، يا أخي عندنا واحد من النزلاء توفى إلى رحمة الله، تعالي نقوم بالإجراءات. بيقوم بيجي ضابط معاه المحضر، يوميات التحري، مشينا الساعة كده الساعة كده، أسباب الوفاة طبيعية، الزول ده عنده ورق ولا ما عنده ورق؟ والله ما عنده ورق. عنده اسم ولا ما عنده اسم؟ زول كبير في السن مجهول، أولاد ما بكونوا بعرفينه. في ناس، إحنا في بلد يعني فيها ملايين الناس بتحصل حاجة زي، بيخاطبوا النيابة،
النيابة بتخاطب الطب الشرعي، بيشيلوا الزول المتوفي ودوه المشرحة. بالقانون زول مفقود مدته سنتين، بعد سنتين لو ما في زول سأل منه بيعلنوا حتى المفقود ده والمخفي ده، بيقولوا توفى، مرته من حقها تتطلق بالمحكمة، أولاده وأخوانه وأمه يتقسموا الورثة. ده بالقانون زول مفقود سنتين، ده مخلينهم من 2019. انتوا كلكم لا يمكن تنسوا الكارثة بتاعت مشرحة التميز اللي كان حاكم السودان منه. ودي صالح اللي امبارح بيكلمنا عن انه نظام الامن وجهاز الامن، انا داير ورقة يا زول، اذا ما عندكم ورق انا بطلع الورق، بطلع الورق عشان اوري الناس انه القحاتة مجرمين ابدا، بطلع الورق عشان اوري انه القحاتة ديل خونة ابدا، بطلع الورق على شهادة حنان حسن اللي قالت احنا بنتاجر بالدماء عشان نقعد في الكرسي، ونكرت الله في حقها، قالت الانصرافي عمل له تعديل بتاع فوتوشوب. انا ما قلت الكلام ده، قلت لها يا اخي انا لا بعرفك الوقت داك ولا بعرف ميتينك، جيب الفيديو حقك الرئيسي اللي وريتي انه انا قلت زيفته، وينو الفيديو ده؟ انت مش سجلتي انت؟ اجيب الفيديو الاصلي وريني انا زيفت فيه شنو. حنان حسن من الكذب واللف والدوران، انا بالنسبه لي هي عارفه انه انا محتغره وعارفه انه انا عارفه كذابه، انا لكن ما حخلي حنان حسن، انا ما حخلي لجنه التمكين بملفات الشهيد بهاء الدين، بملفات الشهيد نزار، بملفات الشهيد عبد العظيم. عبد العظيم ده استشهد في شارع 40، الطلقه ضربت عبد العظيم ما عند القوات المسلحه، نفس الطلقه دي هي الوجدوها في جثث تانية متهم باد القحاتة. الطلقة دي في السودان أصلا ذات مف، هنا القحاتة المفروض يخط يدهم في راسهم. ملفات دي حتتفتح بلاغات بأسماء قحط ورئيس الوزراء، أنا ما عندي شغلة بالنائب العام ولا شغلة بالبرهان ولا شغل بكباشي ولا ياسر عطا، عندكم اتفاقات سريه مع القحاته، عندنا بلاغات حتتفتح في الصعاليق الرمم ديل. النائب العام عنده خطابات وجهها للمشارح انها ما تدفن ولا زول، حتى الاطفال مجهولين، الابوين لليله قاعدين في مشارحهم درمان دي، متخيلين لا كهرباء لا ثلاجه شغاله في جثث 3000 وفي مشارح 1400 جثه قحط من 2019، والنائب العام حقها كل مرة بتجدد الخطاب بتاعهم انه ما يدفن ولا زول، عشان يجوا يقعدوا بعدين في الترابيزة ويجيبوا المنظمات يصورون يقولوا البرهان كتل ال 1400 والجيش كتل ال 1400، يا تدونا مناصب يا نطلع لكم الملفات دي، شريك فيها خالصينك طبعا، شريك فيها حمدوك، شريك فيها اللجنة بتاعت اديب. الخطابات اللي طلعها النائب العام القحاتي للمشارح انها ما تدفن الجثث دي قاعده، الخطابات دي باسم الزول ده طوال فتح فيه بلاغ، عشان احنا نعرف منو المدور البلد دي. حتى الان اذونات الدفن ما طلعت، يا دوب بس يعني الناس مجبورين يدفنوهم عشان الملامح حقتهم تتغير. الكارثه اللي عملتها قحط ولجنة التمكين ووزير عدلها ونائب العام في الشهيد ودعكر، والطلقة اللي اتلقت في الشهيد ودعكر تمام، والشهيد ودعكر كان في المشرحة دخلوه جديد لسه دمه كابي، شالوه وخطوه في الثلاجة اللي فيها 198 شهيد المكفولة لا 3 سنة في الشارع بتاع مستشفى التميز، تلاجة قاعدة الناس بيشكوا منها الدم سائل في الواطة، قحط مانعة انه يدفن ولا زول، عشان تيجي بكرة تقول ده شهداء فضل الاحتصام. ملامح الشهيد تتغير، خطه ودعكر عشان ملامحه تتغير، عشان اسباب الوفاة تتغير وانكشفوا، ومجموعة من القحاتة كانوا الماسكين مستشفى التميز حسوا كلهم لافين كدمول، من رحاب مبارك لكل الناشطين اللي كانوا بيعملوا لايفات قدام المستشفى بتاع التميز، كلهم الان لافين كدمول، كلهم خونه. انا بعدين ولا بعرف اتفاق عسكري ولا ما اتفاق عسكري، انا داير النائب العام في وقته ده كان العمل الحاجه دي وطلع قرار انه المشارح ما تدفن، تجيبوا لنا باسمه من فضائح قحط، ودي مسجل عند النيابه العام.
القحطة طبعا بيعملوا لك في انهم بيعبدوا الطبيعة وبيعبدوا الشيطان وما بيؤمنوا بالخرافات والدجل والبتاع. في واحدة من الملفات نيجي بعدين نتمسخر فيها في القحات، خرطوم 3 كانت طلعت مذكرين القضية بتاعت واحد من تجار الكيزان، قالوا في فيلته الذهب بتاع الحركة الإسلامية كله مدفون، والفيلا دي مؤجرة لمبعوث بتاع سفارة أجنبي خواجة قحات يا زول، والنيابة والشرطة مشوا يا زول حاصروا لك فيلا زول المسكين ده. سيد الفيلا السوداني ده اللي قالوا هو كوز وتاجر كيزان ده قاعد برا السودان، لما المؤجر الخواجة ضرب له وقال له يا اخي الشرطة محاصرة البيت ده وقالوا فيه ذهب مدفون وبتاع، تعال شوف بيتك يا زول انا متفقفق المنزل ضايقوني. قام الزول جه راجع وجه صور البيت حقه، قال لهم قبل ما تكسروا فيه طوبه واحده وتفتشوا انا حصوره ترجعوا لي زي ما كان. واحد قال له ايوه واحنا هنوديك ونفعل لك وحنصادر الذهب الموجود. الفيلا دي يا اخواننا ارضيتها رخام، ما سيراميك ولا بورسلين، لا لا لا، الحوش حقها رخام، بيحط سباحتها حوايطها مجلد الرخام، ارضياتها انسخ. قحاتها هذول مسكوا جابوا البوكلين، احفرك الحوش احفرك الحوش، كسروا الرخام كله، هنا ما لقينا ذهب هنا ما لقينا ذهب. قاموا جابوا فكي اعمى، الفكي الاعمى يا زول قاعد في البيت ده ببخور وببتاع، قال لهم شنو؟ قال لهم الذهب ده مدفون تحت حوض السباحه. والله العظيم الكلام ده جد جد، اقسم بالله العظيم، ما بشوفهم كده، ديل جعانين ديل جزم. سرقوا الذهب البنكي بتاع السودان معاهم حميتي، سرقوا دولارات يا اخي انتوا ما براكم بشهاده المحكمه، في شنطه تحت السرير بتاع البشير كان فيها 25 مليون دولار، السرقه منو دي؟ ما قالوها في المحكمه. المهم الفكي الاعمى ده ما شايف اي حاجه، هو فكي واعمى ما شايف حاجه، قال لنا الحته دي بس فيها الذهب ده يا حاج دي مويه، قال لنا هيدا ما الشغل بتاع الشفوت ذاته، تغطي الذهب ده بالمويه، يا ابو التناكر فض المويه بتاعت الحوض السباحه كله، امسكك يا معلم الارضيه، كسرك رخامك خرسانتك وتوصيلاتك، قد حوض السباحه ده وصلوا للمياه الجوفيه. الفكي ده كله بدقيقتين يخش يقفل الاوضه ويعمل لك فيها بيتكلم مع الجن، وبكون ضارب للسمرجحه بتاعته برا الجماعه، يقول لك هاي هاي حضر هاي استحضر هاي هاي الجن بتاع الذهب جاو هاي لا سامعينه يا سعادتك، ويجي القحاته حفروا للزول البيت يا زول قدوا لحد حوض السباحه، وصلوا المياه الجوفيه ما لقوا حاجه، دربكينات قددوا البيت ده حيطه حيطه، سيد البيت شفاتي بس مصور البيت هذا. مشوا جابوا مره تانية بتاعت فكي برضه، مرة فكي ولا اسمها شيخة ولا شنو، الأوضة دي ما الأوضة دي قفلت ليك البيت كله يا زول، ما خلت لها حيطة ما كتبت فيها بالدم، ما خلت لها حمامة، ديك أسود حايم في سوق الخرطوم 3 سوق الندى، بحب السوق ده أنا والله، اسمه سمح ما يعني عاجبني ما فيه أي حاجة، السودانيين ما بحبه كمان الجدة، يقول لك حي الزهور وما فيه زهرة واحدة. الروضة تمشي ما تلقى إلا خرزانات، روضة شنو يا ماشي هذول، شفتها سوق الطيور ده ما خلوا قمرية ما رديش يلا تضبحت أي حاجة، كدايز بتاع كله ظبطت حجباته بتاع شنو. بعدين الشيخ عدل ما عندهم الحنكة البيش بيمشوا فيها اي زول، يقول لك ده عيش حمام شتته قدام بيتك، لو جيت الصباح لقيته ماف، والله جد بيعملوه، لو لقيته ماف معناه بيتك ده مسكون، طبعا لو شتت اي حب لو شتت اي حب يا اخوانا الكاميرا ما بتفتح والله، اطمئنوا الكاميرا ما بتفتح.
نثبت ليكم. ما بتفتح ما بتفتح. جايكم فيها ضوء شديد والناس يقول لك ده دخان وده ما عارف ده انت لابس ابيض. ما بتفتح. اسمه سوق الندى. ما ندى جبنه يا مصطفى محمود. الزول شال تعليقه ولا شنو؟ لا لا ما بتفتح ان شاء الله. لما الحمام يجي ياكله انت الصباح بتمشي للشيخ ده تقول له ولا الشيخ ده تقول له الحمام العيش ما في شتته قدام بالبيت، بيقول له خلاص انت شنو المركوب يا صاحبي انت عندك جن. وطبعا اي حاجه جدعتها برا الحمام حي ياكل الصباح يا. انت ما بتعرف سوق الندى بتاع ال هناي بتاع جنب جنب جهاز شيون المغتربين؟ انت كنتوا قاعدين في الخرطوم ده ضيوف ولا شنو؟ جهاز شيون المغتربين تقطع زلط بتخش كده لجوا بتمشي سوق الندى. هاي اللون بيجيكم اخضر ده حركة الكاميرا ما في حاجة. الامتداد كويس. ف جابوا المرة دي يا زول حفروا بيت الزول ده كسروا حتة حتة القحاطة قالوا فيه ذهب الحركة الإسلامية كله مدفون. والله الكلام ده قاعد في النيابة بالمناسبة. انتوا عارفين النيابة عوضت الزول ده كم مليار؟ القحاطة بدل يجيبوا لنا قروش الكيزان ورجعوا لنا قروش الشركات دفعونا. لما الدولار كان ب 200 جنيه دفعوا للزول ده تعويض 15 مليار جنيه. شوفوها دي كم الف دولار. يجوا الليل القحاته بنيابه بقضاء يقول لنا والله يا اخي جرائم جهاز الامن انتوا اللابسه فيكم اقسم بالله ما تمرق ليوم الدين. والملف ده انا بتكلم عنه الان انه الاشخاص الموجودين في الملفات دي للقحاته البلاغات اللي حتتفتح فيهم بلاغات شخصية. والنائب العام وشلته والفوق خليهم يلفوا كلام الانتربول ده في ورقة ويدوبوه في شاي أخضر عشان طعم الحبر يروح ويكتحوه صباحا ومساء. بلاغات بتاعت ناس فقدوا أولادهم والبلاغات دي اتعطلت من النيابة. أي نائب عام في حكومة حمدوك حيتفتح فيه بلاغ، وأي زول كان في لجنة التمكين حكومة حمدوك حيتفتح فيه بلاغ. وما معشى قبل ما تمشي لي الله انت خلاص مودعة. شفت الخدعة الغشيتي بها الناس في المغابر؟ المغابر دي ما معشى خطاها في المجلس السيادي الفكة المساجين والعملة العملية هي وعثمان مرغني بتاعت مبادرة اطلاق المساجين الفكت النيجرز. النيجرز دي عملية قامت بابا معشة وزول معاه في السيادي الدعم السريع، واعلاميا قام بها عثمان مرغني اللي بيكلمنا عن خطر الحرب. لما ما معشة مشيت المغابر دي قالت دي مغابر بتاعت نظام البشير الكتلوا بيها الناس. المغابر دي عندها ورق مسجل، واي غبر مجهول عنده ورق
اسمه يوميات التحري، والنيابة قاعدة والورق ده محتفظين بيه، والناس في الأجهزة بتاعت الكمبيوتر حسي، وحمرق لكم المستندات دي، وحمرق لكم اللايف اللي ساقتنا فيه مع معشة ولجنة التمكين، وحمرق لكم اللايف اللي اتكلم فيه النائب العام انه لقينا مغابر جماعية في غرب مدرمان، ودي كلها كانت تضليل منهم، حق الناس ضيعتوه. انتوا عارفين اخواننا في ناس مسجونين بتهم بتاعت انه زول قتل زول عشان قحط موقف دفن الشهداء او المقتولين في المشارح، في ناس مسجونين حتى الليلة حتى براءتهم ما ظهرت، لانه ممنوع تشرح الجثمان ده، بيقول لك خليه قاعد ما تدفنه. زول قتل زول في الشارع سجنه، دارين نتأكد انت قتلته، دي الأداة بتاعت الجريمة، لازم تجيب الورق مكتمل بتاع تشريحه. قحاتة ممنوع انك تشرح ولا تدفن. في ناس مسجونين حسي لما قامت الحرب دي تفكت طلعوا من السجون، هم قاعدين في الانتظار لأنه ملف القضية حقه مكتمل. فإحنا بنطمن الشعب السوداني إنه القتل والمجرمين والدجالين خدم الشيطان ديل بإذن الله ما هيعودوا للسلطة ولا هيعودوا للبلاد إلا مربطين ومكلبشين. من هنا باسم القوات المسلحة وجيش الشارع بنقول للشعب السوداني إن شاء الله الانتصار قرب، وبنقول لجيشنا الحاجة الناقصاك إحنا واقفين معاك فيها، والليل المبادرة اللي إحنا هنخش في عمق القوات المسلحة وحوجة القوات المسلحة، وعارفين جيشنا محاصر وعارفين الجيش اللي عليه عقوبات وسلاح ممنوع، فإحنا هنصدر المؤامرات دي، ومن جيوب الشعب السوداني ان شاء الله اكل وشرابه وحتى المهمات العسكرية حنقوم بيها. وبعدها جيش يا اخي بس حارب يا اخي، بس مش حارب وتاني ما عندنا حاجة، ما في شيء، ضبطنا الامور، الامور طيبة، الشعب السوداني واقف صامد متحمل، بس مش حارب، ما في حاجة تاني. ولا شنو؟ والله قحط ماتهم عن بطن، لا لا لا، قحط دي حاجة تانية. فبس اصمدوا وقربنا بإذن الله. وبحري بحري 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 بحري، طلبت عن كواديك وشيوخ ما شواطين.